كاين واحد المعاناة اللي ما غتعوضش ماديا، ما غتعوضش بالفلوس، ما غتعوضش بالفلوس. شي مرات تيوقع شي حادثه ولا شي مشكل ولا شي واحد يقرا شي وصافي يسمح حاس الله يسامح صافي مع الريز وهاني غدا جعل الريح وهاني غدا شي خد سبيطا دينا شي خد سطوا اشي خد استجبات مزيان تخرفد دقينا تخرفد انخريع انخريع مين زيد غتخلص ها انخريع يالا ديك الخلعه باش غتخلص يالا البنت ما تتنعسش بالليل باش غتخلصها امها ما تتنعسش باها ما تينعسش انا باش غتخلص باش غتخلص واحد تعدى على وحده جيتي انت الله يديك زعما الله يسامح قا كذا قا كذا وصمينش الدواء حنا كنهضروا غير بالمنطق المادي المنطق النفسي المعاناه النفسيه ديال البنت او ديال الابن الذي اعتدي عليه او ديال الام اللي بقات بلا نعاس او ديال الاب اللي بقى بلا نعاس شكون غيعوضها باش غتعوض باش غتعوض هذا الشيء المعنوي باش غتعوض اه باش غتجبروا ماديا باش غتجبروا ماديا عائشه رضي الله عنها عانت الامرين في حادثه الافك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني عرضه عرضه ويلوكه المنافقون بألسنتهم وخاض فيه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعالج هذا الأمر السبب ماذا عدم التيقن عدم التيقن سيد كي يهضر صحابك علاش الزينة احنا الشرع داير لك أربعة الشهود ويشوفوا مباشرة يشوفوا مباشرة شتي لا شفتي ثلاثة ديال الشهود ثلاثة ديال الشهود درء الحدود بالشبهة جبتي ثلاثة ديال الشهود ترى ذقة أنا شمشي نزرع فران يزنا خص الرابع ما جبناش الرابع الرابع ما كاينش يتجلدوا دوك ثلاثة يتجلدوا دوك ثلاثة هذا ثلاثة أني ثلاثة أني ثلاثة ثلاثة أني خصصنا الجلد خصنا ربعة ديال الشهود ربعة ديال الشهود ربعة ربعة حكم الشرعي ربعة ديال الشهود احنا خشينا توي 40 الشهود سمية الدورو توي تحيمة الشهود عدم التيقن من الخبر أيها الإخوة الفضلاء نظروني شان الناس خذ ترزق عباد الله بالشهود وزوروا الأراضي بالشهود وكتبوا الإراثة بالشهود وملكوا الأرض بالشهود وداروا التجزئة بالشهود وداروا حق الورثة بالشهود وداروا حق اليتامى بالشهود شهود الزور غاش النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وتكى تغي الزر يقيم ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور علاش علاش يوقيمها لا ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمر جلل أمر خطير أمر خطير أمر خطير الناس ما زالت تعاني لحد الآن لسنوات وقرون بسبب ماذا شهادة شهود شي شهود سالي قدير قهوة معروف مين يخدموني وني الشاهد شاهدوني ونمر ما حدش الشهادة قديني ذر المراش ذو الطلاق ذر الإراثة هذا مين تخصد قدين يعتو يكوشي انت يعتو كوشي انت وني الجوكيروني عدم التيقن من الخبر أيها الإخوة الفضلاء هو الذي يكون سببا يكون سببا في طلاق وخراب لبيوت وضياع لأبناء وبنات عدم تيقن إنسان تيبني علاقته الزوجية على أخبار أخبار السيد غيدخل الدار غيدخل الدار أستني ما سقف مغاه نشتكات فعرت تيتيق نيغ تيدخل الدار تتقول له المرأة مكدارت وفعلت وكذا تيتيق تيتيق أقول يا سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين سننظر سننظر حتى لما قلت قاع ما تقولهاش قاع ما تقولهاش ولكن لا تبني عما ينقل إليك من خبر حكما تبنيش على شي حكم أو موقفا تبنيش على شي موقف أي شيء أي شيء هاد الشيء كيعيشوه الناس كلهم في العلاقات الاجتماعية العلاقات الاجتماعية في العلاقات الأسرية سيد داخل من الخدمة سيد ياك واحد زير خدمة ياك واحد زير خدمة الترقة ثمغاث أو رمز وارو إما اشتقت فعرت 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 إذا لم تتيقن مما نقلت زوجتك إليك ظلمت أمك أو أمك تقول زوجتك فعلت وفعلت 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 إذا لم تتيقن مما نقلته أمك ظلمت زوجتك ظلمت زوجتك هذه المعركة كل شيء الناس يعيشها هذا الهم هذا الهم العدد يا الناس تعاني منه إذا تيقن تيقن كن رزين تقلقش ما تزربش غيب شوية وما تبنيش أحكام تبنيش أحكام وحاول أن تكون حكيما أكثر منه حاكما عدم التيقن.